السلام عليكم اخوان، لاباس عليكم؟ كلشي بخير. حنا بعد ما كنا في البلاج الوالدية غنجيب لكم بلاج اخر. هذا المكان زوين هنا سيدي بالخير. بلاج زوين، منطقة ولاد عيسى كتبعد على الجديدة حوالي 40 كيلومتر تقريبا، 45 كيلومتر. دابا غنمشيو نكتشفو هاد البلاصة، طلعو من هنا شوفوا واش كاين هنا. هادو الناس هادو كيتسموو في الدكالات سميتو التشاولة. الله 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 الله. غادي معانا واحد القيد ابن المنطقة سي عبد اللطيف، ها هو معاكم. ايوا غادي نمشيو اسيدي، غادي نشوفو، غادي نلبسو الصندالة دابا. ها هي نمشيو شوفو هادشي كامل هنا. ها من هاد المنظر زوين من هنايا سي. دابا حنا كنوريكم الشواطئ، النواحي ديال الجديدة، الشواطئ اللي قليل الناس اللي كيعرفوها. الى المولوعين، بعد المولوعين بالبحر والصيادة، الناس ديال اللي تيقلعو الربيعة من هاد البحر. هنا غادي دابا نمشيو هنا تابولات. أنا سيدي منطقة خاصة بالصيادة، نصيدو على صيد الربيعة وكلشي. زوين. السلام عليكم. سي باسي كثير هنا الناس اللي بغا يعرفو هاد المنطقة، يجيو لها بعيدة على الجديدة ب 40 كيلومتر ما بين الوالدية و سيدي عابد. كيف؟ مريزيقة شي 6 كيلومتر بعيدة على شاطئ مريزيقة، تقريبا 6 كيلومتر. هاد البلاج غنمشيو ليه ان شاء الله نوريوه ليكم. اكتشافات جديدة. هذا المنظر من هنا كبير، شوفوا على المنظر تبارك الله. هذا ما تقالح في واحد المرقة الدور. نهار فلاش، نهار فلاش، نهار منطقة. دابا حنا في المنطقة الوسطى في المغرب، ان شاء الله سنين كنعيدوكم بمفاجآت ومغامرات. ومعنا القيد ابن المنطقة الاخ اجي تفضل، الاسم ديالك؟ الاسم ديالك كريم. معكم النابغ عبد اللطيف. عبد اللطيف من مدينة الحمامنة، المقيم بدوار المصابحة، هو كيعيش بالدار البيضاء وجل البادية هنا، لقى فيها الهدوء والسكينة والراحة والاجواء ديال البحر. احسن منطقه كاينه، احسن منطقه هو اللي خلاو يتكلم ليكم. هاد المنطقه سيدي ما يسمى بحر، ما فيه امن، ما فيه لا ضجيج، الناس العائلات، الناس اللي موتوريزي هما اللي كيجيو لهنا للبحر. ولاد المنطقه ما كاين لا صداع لا شفره لا والو، قليل هاد البحور اللي تعرفهم، هدوء تام، تحط حوايجك وتجي الدور، ما كاينش اللي يهضر معاك. وانت كتجي ديما هاد البحر كتخيم فيه؟ دائما كنجيو هنا مريزيقه، كاين سيدي بو النعيم، سيدي عابد، ما كيبعدوش تقريبا كل مسافه 10 كيلومتر 6،
كبير كل بحر وبحر. دابا غادي يدينا ان شاء الله ان شاء الله غنمشيو للمريزيقه المحطه. هذا اش كيسموا هاد التشابولات؟ هادو التشابولات ديال الصياده تيديرهم الناس للربيعه ولا تيصيدوا الحوت. الصياده هما كلهم تيصيدوا. المهم الله ان شاء الله الناس اللي حيت المنطقه ديال الدكاله اللي بغا يجي مرحبا. اقليم جديده من من طماريس حتى الوالديه. هذه المنطقه معروفه بالربيعه، حنا كنقولوها بالدارجه كيقولوا على الربيعه، كيمشيو يدخلوا الربيعه كيسونطوا على الربيعه وكيجبدوها بحاره. ابناء المنطقه، منطقه بلاد عيسى دابا. ها هو داك الله البلاج، غادي نشوفوا هاد البلاج هنا. حنا دابا جينا الصخر، غادي نشوفو. منظر زوين وزوين بزاف، قرب هنا الله يعجبكم. المكان العجيب هذا كيصغر، كاين زيتي لابلاج. ايوا حنا عرفناكم دابا بعد نبدا صغيرة على شاطئ السيدي بالخير في اقليم جديدة جماعة بلاد عيسى. كيكون في موسم سنوي، كيكون في كتنظموا على الجمعية ديال الفروسية. والاخوان دابا السلام عليكم، إلى بلاج آخر إن شاء الله.